الرحله. في الاسبوع ال 28 يستضيف في انبي يوم السبت القادم. كرة اتلعبت الى اسامه فيصل، يضع الهدف الثالث. اسامه فيصل يوقع على الهدف الثالث بكل سهوله في الدقيقه 72 من احداث المباراه. في الدقيقة 72 من أحداث المباراة، فرحة أسامة فيصل وبطريقة أكثر من ممتازة ورائعة. أسامة جهاز المعاون والبدلاء وزملائه بأنه خلاص اقترب من الثلاث نقاط ورفع الرصيد إلى النقطة رقم 27. استلام رائع، كرة جريندو اتلعبت بالماس، تفوق على هشام حافظ، حافظ على كرته واقترب من المرمى ويضعها بباطن القدم جميل على يسار حارس المرمى أحمد حسين اللي حاول ولكنه فشل في التصدي في كرة صعبة. يضع الكرة في الشباك، يعلن عن ثلاثية. أسامة فيصل يوقع على هدف ثالث لفريقه والهدف السادس.